فوزي محمد بشير العياط الذي كلف من قبل تنظيم داعش بمهمة قاضي الأحوال الشخصية إبان احتلاله سرت الليبية، والذي التقاه مراسلنا في أحد السجون في مصراتة، كشف أن جميع المناصب الإدارية بالتنظيم قد أسندت إلى أشخاص أتوا من خارج ليبيا، وأكد أن تجربة التنظيم في سوريا والعراق نقلت حرفيا إلى ليبيا لجهته. العياط قال لأخبار الآن إنه نادم على انضمامه لداعش. نتابع. إيه لو ما انضميتش كنت حنعيش حياتي طبيعي، يعني كيف ما كنت عايش قبل، يعني اللي تغير إني انضميت للتنظيم. يعني فلما انضميت للتنظيم حصلت الأمور، التنظيم دخل في أمور ودخل في حروب وعداوات وقتال واستعدى الناس، يعني فحصل إن كيف ما هو استعدى الناس استعدوه يعني، وحصلت عليه الحملة وحصل اللي حصل يعني، وخاصة بعض نتائج الحرب اللي حصلت تشوفها أنت، مات كثير من الناس وهدمت بيوت وحصل خراب كثير يعني، فهذا الأمر يعني هو اللي يجعلني مفكر، تقول خلاني نادم على الأمر يعني، إن المسألة أدت لفساد كبير يعني، أدت لمفسدة كبيرة، موت ناس كثيرين، تهدم مباني بيوت، حرق ممتلكات يعني، وكلها لغرض ما مش ممكن يتحقق بالطريقة هذه، مسألة تحكيم الشريعة ما تتحققش بالطريقة هذه يعني، تجربة أثبتت ذلك يعني، سواء في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا في أفغانستان، فمسألة إنك تفرض تطبيق الشريعة بالقوة مش مسألة ناجحة يعني، مش مسألة صحيحة، ما كانش يفرض الأمر بالطريقة هذه يعني. فهذا الأمر يعني